مرحبا برج العذراء، هذه هي قراءتك للعمل. أول كرتين راح يكونون تبع الطاقة العامة للشهر، ومن ثم الوضع المالي أو الصعيد العملي. عندنا الوضع الصحي، ومن ثم العلاقات العاطفية، وأي أخبار أنت تنتظرها في المستقبل إن شاء الله. أرى أنك يا برج العذراء بشكل عام أنت عندك خوف حالياً، أنت في مرحلة عدم معرفة، مش واثق، وسبب هذا الخوف هو الشريك أو شخص معين في بالك أن ترغب أن تكون معه، ولكن في شيء حدث سبب بينكم مسافة أو انفصال. أنت حاليا في مرحلة عدم كلام، ما تتواصلون مع بعض، أو أتوقع أن الشريك هو اللي استعمل معك السيف وأنهى التواصل بينك وبينه. احتمال أن أعطاك بلوك، خرج من حياتك. فأنت كنت ماخذ الأمور على روية، كنت مثل طبيعتك الترابية العادية، مرتاح، هادئ، مستقر، ولكن بسبب ردة فعل هذا الشخص، احتمال أنه رفضك، رفض رجوعك له، أو هو لم يتخذ خطوة إذا كنت أنت الذي تتوقع أنه يرجع ومترقب عودته. احتمال أنه هو اللي لم يرجع، هذا اللي مسبب لك خوف. فأنت حاليا صاير أكبر مخاوفك ليس وضعك المالي ولا الصحي ولا أي شيء ثاني، أكبر مخاوفك هو أن هذا الشخص خسرته، أنه ما راح يرجع لك، ما راح يكون بينك وبينه رجوع. احتمال بسبب مشاعرك له، احتمال أنك اكتشفت مشاعرك متأخر بعد ما طاح الفاس في الرأس، يعني بعد ما هو انسحب من حياتك عرفت قدره، وهذا اللي مسبب لك خوف. انت ايضا في انتظار. عندنا كارت الجوجمنت، كارت الرجوع، اشخاص يخرجون من القبور ويرجعون الى الحياة. فهي الكارت يعني لي مع تسعة السيوف اللي عندك ان انت تترقب ان هذا الشخص هو اللي يرجع لك، او كنت مستعد ان انت ترجع له ولكن هو رفض. الرجوع بالنسبة لك هو المشكلة، الانفصال. انت ترغب ببداية جديدة مع هذا الشخص، وان تبدأ صفحة جديدة. احتمال انك طلبت منه تغييرات معينة، ان تبتدون مع بعض، ترجعون لبعض. هذا الشخص احتمال انه رفض، وهذا سبب لك الخوف والقلق وايضا الارق في حياتك. عندك ارق، ولكن وضعك المالي على خلاف وضعك مع هذا الشخص. وضعك المالي جدا منيح، وانت متوجه نحو اشياء افضل في حياتك، انجازات اقوى. ارى ان مهما الانجاز اللي كنت تسويه على الصعيد العملي، على صعيد الوظيفة او التجارة، راح يتضاعف في الاشهر القادمة. فاستفيد من هاي الطاقة الموجودة حولك، وان كان وضعك العاطفي مش عاجبك، ولكن عندك كرت الرجوع، فلا تقلق، راح يكون الرجوع بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب. حاليا التارو يخبرك ان الوقت حليفك من اجل ان تتحرك بخصوص امورك المالية، التجارة، البزنس، تقدم على وظيفة جديدة، تطالب بترقية، تفتح لك مشروع زيادة، دخل زيادة. هذا وقت جدا مناسب وفيه توفيق لك أن تسعى وراء هذه الأمور. مثل عندنا ثمانية الأغصان، قاعد أشوف أن كأنما حتى الرياح اتجاهها في هذا الوقت لا يعاكسك، بالعكس قاعد يعطيك دفعة إلى الأمام، قاعد يساعدك، يدفعك بقوة تجاه الأشياء اللي أنت كنت من فترة تريد أن تحققها. لأن عندك بعدين الخماسيين، فراح تجد نفسك، أتوقع أن راح تمشي الأمور عندك بسرعة معينة على الصعيد العملي، وراح تجد نفسك أن أنت بين أمرين، أو عندك مشروعين، أو تدير عملين أو مهمتين في نفس الوقت. المحيط أو الأشخاص اللي حولك راح يثقون فيك لدرجة أن راح يأتمنونك على شيئين في نفس الوقت، مهمتين، منصبين في نفس الوقت.
هذا وقت جدا ممتاز، ليس فقط ان انت تبحث عن مصدر دخل جديد، وانما ان تنوع في مهاراتك، مواهبك، واجباتك ومسؤولياتك في العمل، لان تنويعك هو اللي راح يفتح لك باب جديد ومصدر دخل جديد معه. نوع، يعني اذهب دائما في هاي الفترة، اذهب الى وتوجه نحو الامور اللي انت دائما كنت تحب ان تأخذها كمسؤوليات على عاتقك في العمل او في التجارة. دائما كان في مجال معين انت حاب انك تدشه، فترة ممتازة انك تدخل في هذا العمل، ولكن بالاضافة تضيف الى عملك السابق. يعني لا تتخلى عن وظيفتك القديمة او مشروعك الاول، طاقة انك تمسك خماسيين في نفس الوقت، وازن الامور في نفس الوقت، ابدأ في الجديد ولكن ضع قدمك تكون واثقة وثابتة على القديم ايضا. التوازن راح يتحقق بشيئين عندك، احتمال انك صار لك فترة تنتظر استقرار مادي في حياتك، وهذه هي البداية عن طريق انك راح تفتح لنفسك وتنفتح لك ابواب ومجالات مختلفة. اللي قاعدة اسمع لك هني مجالات مختلفة، اذا انت كنت احتمال في مجال التجميل، في مجال التعليم، راح ينفتح لك مجال جدا مختلف وبعيد، ولكن بنفس المستوى انت تحبه، على مستوى الصحة، مستوى الفتنس، مستوى الرياضة. راح ينفتح لك ايضا مجال لا يمت اليه بصلة مباشرة، ولكن انت ايضا تحبه، من هواياتك، من رغباتك. فترة جدا ممتازة ان انت تدخل التغيير على حياتك العملية. على الصعيد الصحي، صحتك جدا ممتازة، عندنا الطاقة النارية، يعني صحتك جدا متوهجة خلينا نقول في الفترة القادمة. ولكن نصيحة الوحيدة لك، لان انت رايح من 2 of wands الى 3 of wands، النصيحة الموجودة لك ان انت تكون حذر في الفترة القادمة بشأن المسؤوليات اللي تأخذها على عاتقك. لا تأخذ مسؤوليات لدرجة ان تؤثر على نومك، صحتك. واللي قاعدة ايضا اسمع ان مجال الصحة او الجسد، كن حذر ان انت ما تسوي اي شيء يضر بالركبة او العمود الفقري. اكثر شيء قاعد يجذبني في هاي الصورة هو الركبة، ومثل ما قلت لك لا، يعني لا تشيل اي شيء ثقيل، اي شيء ممكن يؤذي، لان هاي الفترة راح تكون فترة حساسة، انت مشغول بالكثير، انت عندك الكثير من الضغط، فاي ضغط زيادة جسمك راح يكون معرض. وان كنت جدا صحيح وواثق وتتوهج، ولكن راح تجتمع عليك عدة اشياء في نفس الوقت، عدة مسؤوليات، راح تكون شوية مجهد. فحاسب على جسمك، لا تقوم بأي حركة خاطئة أو ترفع ثقل كثير بطريقة خاطئة بحيث أنه يأثر على ظهرك أو ركبتك. خليك جدا مرتاح، وخل حركاتك الجسدية جدا صحيحة، الوقوف الصحيح، الجلسة الصحيحة. العمود الفقري جدا مهم بالنسبة لك في الفترة القادمة، وأن تحافظ على نفسك في الوضع الصحي، يعني لا تذهب من 2 للـ3، حافظ على نفسك في الوضع القوي الجسدي اللي انت فيه، لأن ستحتاج الطاقة من أجل التغييرات اللي راح تحدث عندك في الفترة القادمة على الصعيد العملي. على الصعيد العاطفي عندك Page of Swords، السيف الصغير، وأتوقع أن هذا الشريك أو الشخص اللي في بالك عنده ملك السيوف. مقابلة أيضا في الأخبار المتوقعة عندنا الزاهد، وهو كرتك أنت يا برج العذراء، ولدينا الساحر وهو كرت الأبراج. بالعادة أشوف الساحر أنه برج دلو، أتوقع أنك تتعامل مع شخص إما برج هوائي أو لديه الكثير من الهواء في الشارت تبعه، وبالأخص الدلو، لدينا كرتين تبع برج الدلو. الرجوع إلى السبب الأساسي اللي يقلقك بخصوص هاي العلاقة، أرى أنك تحاول أن تفهم. السيف الصغير هي طاقة الجاسوس الذي
يحاول أن يأخذ الأخبار، يكتشف الأمور، يتجسس، يعرف ما الذي حدث. وبما أن ابتدينا القراءة بتسع سيوف، أرى أن في شيء حدث فركش الأمور بينكم أنت والحبيب أو الشريك، وتوقفت الأمور. أنت لحد الآن مش فاهم لماذا حدث هذا الشيء، ما هو السبب الأساسي. حتى لو أنت تكلمتوا مع بعض وفهمتوا تفاهمتوا على الانفصال، ولكن في شيء أنت في بالك مش فاهم بالضبط. أنت مش فاهم هذا الشخص ليش لحد الآن ما رجع لك. أنت كنت متوقع، وهذا اللي مخوفك. الحين وصلتني الرسالة كاملة. أنت كان متوقع أن هذا الشخص يمازحك، أو مثل ما نقول إحنا غير جاد في رحيله، غير جاد في ردة الفعل أو في الإجراء اللي اتخذه معك في العلاقة. كنت أتوقع أنه راح يكون يرجع، راح يكون مجرد فترة وتعدي ويرجع هذا الشخص، أو ترجع الأمور إلى مجاريها وياكم. ولكن لما يحدث هذا الشيء سبب لك جدا قلق وخوف، انصدمت من ردة فعله، لأن أنت عندك السيف الصغير، هو عنده ملك السيوف. أظهر لك جانب من نفسه ما كان موجود. احتمال أن هذا الشخص كان معك في السابق، طاقته مثل ملكة الأكواب، طاقة محبة، طاقة مراعية، طاقة ترعاك، حنونة، الطاقة بغض النظر عن الجنس. هذا الشخص كان كل همه لما كان معك أن يسعدك، أن يهتم فيك، يرعاك، يكون معك. ولكن حدث شيء معين من جانبك أو من جانبه، هذا الشخص سحب عليك أقوى طاقة عنده، وأتوقع أنه برج الدلو أو عنده طاقة هوائية جدا قوية. سحب عليك السيف الكبير، أكبر سيف، ملك السيوف. سحب لك طاقة ملك السيوف. أراك الجانب اللي من نفسه، لأنه هو كان جدا كيوت معك، جدا حنون معك. أنت كنت غير متوقع، كنت في فترة ما، لأن أنت على نياتك تفكر أن هذا الشخص لديه فقط مثلا تصرف واحد، إجراء واحد، طبيعة واحدة، الطبيعة الحنونة اللي أنت رأيتها. هذا الشخص جدا أراك الوجه الآخر، ولكن ليس الوجه الآخر بشكل شرير، لا، الوجه الآخر ملك السيوف، ملك التحكم، التحكم في الذات. أنت كنت متوقع أن هذا الشخص راح يرجع، كرت الرجوع، الانبعاث من القبور. كنت متوقع أن مثل ما ذهب راح يرجع، لأن كان احتمال يريك أن فعلا هائم فيك، يحبك، الغرام بينكم شيء غير طبيعي، الكونكشن اللي بينكم قوي. ولكن أنت انصدمت بهذه الطاقة اللي سحبها عليك. هذه هي طاقة الطبيعية، رجع لها لما رأى منك تصرفات غير ناضجة، لأن السيف اللي عندك أصغر من السيف اللي عنده، هو أنضج في طاقته. احتمال أنك سويت شيء بسيط، ردة فعل غير موزونة، لأن بالعادة برج العذراء يعتمد بطبيعته على العفوية أكثر من أنه يخطط. هذا الشخص لا، جدا متزن وجدا مخطط، كل ما يقوله لهدف، لحساب، لسبب، موزون جدا هذا الشخص. ولكن أنت لم تستطع في السابق أن ترى حقيقته بسبب حبه لك، كان دائما يعطيك الطاقة الحنونة. أنت الآن منصدم. بالنسبة لك هذا الشخص حاليا، لأن لديه أيضا كرت الساحر يقابله، بالنسبة لك هذا الشخص جدا بعيد عنك وتقدم عنك بخطوات كبيرة. في فرق كبير بين طاقة Page of Swords الصغيرة، طاقة المراهقين، الطاقة الغير ناضجة، وطاقة ملك السيوف، أذكى ملك، أكثر ملك عنده تحكم في الذات، ملك العقل والذكاء والدبلوماسية واتخاذ أفضل القرارات. وهذا جانب لم تراه في الشريك أو الحبيب في الفترة السابقة. إذا هذا الشيء لحد الآن لم يحدث،
فهو احتمال انه يحدث في المستقبل. فكن حذر مع شريكك، لا تستفزه. السيف الصغير مع انه صغير وكيوت، ولكن يسبب استفزاز لهذا الملك. شيء بسيط استفزه او راح يستفزه، يعتمد على وضعك مع الشريك. انت عندك في الاخبار المتوقعة او المنتظرة الهرمت، وهو كرتك برج العذراء الزاهد. انت الان في مرحلة بحث، تبحث عن الحلول. انتهت بك الطرق، يعني لا تعرف ما هو الحل، صح؟ من اجل ان ترجع المياه الى مجاريها مع هذا الشخص. هذا الشخص يعرف ان على مستوى ما انتصر في الوضع. هو فعلا لم يكسبك، ولكن انتصر في الوضع. هو الشخص هذا عارف جدا نفسه، جدا جدا عارف نفسه وواثق من عمره. الساحر لديه كل العناصر اللي يحتاجها: الكوب، السيف، الخماسي، الغصن، الإيثر. يمتلك كل شيء من أجل أن يخلق ما يريد. فاحتمال أن هذا الشخص يكون يا أنه أكبر منك في السن، أكثر منك خبرة، احتك بالناس أكثر منك، مر بظروف وتجارب أكثر منك، أذكى منك في نواحي معينة، مو كل النواحي، في نواحي معينة أذكى منك. فهو كان عارف أن هاي السيناريو كله راح يصير، وأن أنت في النهاية راح تبحث عن طريق أو مخرج من هذا الوضع. كأنما هذا الشخص الحين أشوفه واقف ويقول لك كل هذا حدث لأن أنت لم تسمع الكلام، وأنا كنت عارف، أنا كنت عارف أن كل هذا راح يحدث. شلون يعرف؟ لأن هذا الشخص ساحر، مو ساحر كيعني دجل. هذا الشخص عنده من الذكاء مثل العين الثالثة، يرى، عنده حدس قوي، ملك السيوف، يعرف الأمور إلى أين متجهة. احتمالنا في الفترة القادمة أنت راح تحاول تطلع أو تكتشف طريقة جديدة عشان تتواصل مع ملك السيوف، عشان يصير رجوع، عشان هذا الشخص يقتنع مرة ثانية، يعطيك فرصة أخرى. أو أنك ممكن تغير تفكيرك. الزاهد روح يبحث عن شيء، تغير تفكيرك من ما الذي استفز الشريك أو الحبيب، وكيف أستطيع أن أصلح الوضع. ما في شيء مستحيل مع الساحر. شلون راح تفكر من بداية أبريل؟ شلون راح تقدر تصلح المستحيل مع هذا الشخص أو تفعل المستحيل؟ راح أسحب لك كرت تبع النصيحة، وأيضا كرت تبع ما يجب أن تعرفه. Speak the language of love. بالضبط. النصيحة لك اللي أنت حاليا في رحلة بحث عنها: إذا حسيت أن في انفصال أو تباعد أو عدم انسجام بينك وبين الشريك في الفترة القادمة، فالمطلوب منك أن أنت تنزل طاقة السيف اللي عندك، طاقة العقل، الهواء، التجسس، محاولة اكتشاف حقائق الأمور. تتوقف عن هذا الشيء. كل المطلوب منك عشان تحصل مبتغاك ومرادك أن تتكلم لغة الحب، مثل ما كان لك هذا الشخص حنون، محب، مضحي، يفعل المستحيل من أجلك. أحسه كان من هاي النوع، فتغير بين يوم وليلة. كل ما عليك أن تفعله أن أنت تقلب طاقتك، أنت تصير حاليا المحب بالنسبة لها الشخص، تبين مشاعرك، تكون مثل الأم الحنون، ترعى، تبين له مشاعرك، تصارحه في مشاعرك، وتكون عندك طاقة مياه أكثر، ماء أو تراب مع هذا الشخص يصلح أكثر. أن أنت تعطيه استقرار، وهي طاقتك أنت، طاقة ترابية، أو تعطي طاقة الماء وهي طاقة المشاعر. وكرت واحد
بخصوص ما يجب عليك أن تعرفه عن المستقبل، أو أي أخبار ستأتيك في الطريق. برج العذراء. أوكي، هاي انقلب الكارت. The Horse King. Assistance. Control. هذا الكارت والكنترول، ملك الأحصنة، يذكرني بنفس طاقة ملك السيوف، لأن أيضا مكتوب كنترول أو التحكم أو المساعدة. أتوقع أن هذه طاقة الشريك أو الشخص الثاني اللي في حياتك، فإذا كنت تحتاج أن تعرف أي أخبار عنه، هذا الشخص يحبك في حب، لأن طاقته هي دائما طاقة الشخص اللي على الحصان الأبيض، اللي يهرع إلى مساعدة من يحتاجه. من يحتاجه؟ الرسالة لك، لا تكن خائفا، تكلم لغة الحب، بين للشريك أو الحبيب، لا تخاف أن أنت تبين له أنك تحتاجه، حتى لو كان بطريقة غير رسمية أو غير مباشرة. يعني مش مثلا أنا أحتاجك عشان تسوي لي كذا وكذا، لا، مجرد أنك تتكلم لغة الحب مع الشريك وتخبره أنك تحتاجه في حياتك، ترغب فيه في حياتك، وأنه جدا مهم بالنسبة لك في حياتك.